السلام عليكم شباب، ويلكم باك. احنا هسه نكمل ما وصلنا الى اخيرا بالمقطع الفيديو اللي سابق. فقلنا انه نريد حتى هنا انه اذا نريد نستغل او نساوي الموارد او نستغل الموارد الموجوده بالسبستراكتر بشكل جيد كما هو معروض باللاين بالانس دايجرام اللي امامنا، فاحتاج انه ازيد انتاجيه السبستراكتر. هاي الار اللي هي نفسها هنا موجودة ممكن هنا اللي معادلتها واضحة، احتاج ازيدها. وحتى ازيدها هنا أنا احتاج شنو؟ اذا طبعا اقلص الزمن الخاص بانجاز كل، يعني الزمن الخاص ب من الفعالية انتهاء الفعالية سبستركتشر الاولى الى انتهاء الفعالية سبستركتشر المخزن الرابع، فحتى اقلص هذا الزمن اللي هو التي احتاج شنو هنا أنا؟ اكيد راح يختلف بالكم انه مثل ما احنا سولفنا بالمحاضره قالت انا حتى اقلص مده فعاليه اكيد بالمقابل احتاج ازيد انتاجيه الفريق. حتى ازيد انتاجيه الفريق احيانا يا اما الفريق نفسه اكبره او استخدم اكثر من فريق. بس احنا بحالتنا هنا هو الفريق نفسه قاعد ينجز العمل مالته، المشكله كلها بالعلاقه ما بينه والفعاليه اللي قبلها. السبب انه الجي واحد هنا أنا بسبب ما قاعد يقدر ينتقل يشتغل مباشره بسبب انه الموبيلايزيشن اند ديزاين للفعاليه المخزن الاخر على يعني لاجل ان تخلص وحتى تبدي تاخذ فتره اطول، لذلك قاعد تسبب او اصلا انتاجيه الفعاليه او الريت اوف برودكشن او يعني خلينا نقول معدل الانتاج الخاص بالموبيلايزيشن اند كومبليت ديزاين هو بطيء. أوكي. رغم انه هو اكو فريق قاعد يشتغل بكل مكان لكن بطيء ومؤثر على الفعاليه اللاحقه اللي هي سبستركتشر. فحتى انا احسن هاي الفعاليه بدون ما تتقاطع مع الفعاليه اللي سابقه البريديسيسر اللي ما ممكن انا ازيد انتاجيه سبستركتشر واخليها تتقاطع بالموبيلايزيشن ديزاين بحيث انا بعدني ما مخلص الديزاين وقاعد ابلش بالسبستركتشر، هذا عمليا ما يصير. فلازم اول شيء اعالج الفعاليه السابقه البريديسيسر انتاجيتها، بعدها ممكن انه احسن السبستركتشر. فحتى اقوم بذلك قلنا احسن الار حتى احسن احتاج ازيد الفريق. فهنا اللي نقدر نسويه مثلا مثل ما قاعد نلاحظ انه نقدر انه نضيف فريق اخر للموبيلايزيشن اند ديزاين حيث نزيد الانتاجيه. هنا نلاحظ اللي صار انه الفريق الاول راح يخلص على المخزن الاول، اكو فريق ثاني راح يبلش بعد فتره على المخزن الثاني. مجرد ان يخلص المخزن الاول راح ينتقل الفريق مالته للمخزن الثالث، والمخزن الفريق المخزن الثاني راح ينتقل للمخزن الرابع. بهاي الحاله انا ضمنت زياده الانتاجيه تقريبا للنصف تحت المجال للسبستركتشر اكتيفيتيز حتى ازيد الانتاجيه مالته باعتماد نفس الفريق، لان هو الفريق نفسه كان يشتغل بشكل جيد لكن اكو فاصل زمني بسبب الفعاليه اللاحقه السابقه البي دي سيسر. انا صار عندي اكو استغلال جيد الموارد الموجوده الخاصه بالجي 1. طبعا هاي الامور والقرارات الخاصه بانه انا ازيد انتاجيه او ابطئ انتاجيه، طبعا هاي من خلالها ممكن انه ينبني الكاش فلو وكثير من الامور تؤخذ من ظل اعتبار الزبون، هل اصلا يريد يقلص المده، هل هاي المده معقوله او ما معقوله بالنسبه للزبون، هاي كل المعادلات تاخذ من ظل الاعتبار. لكن انا بالنسبه لي كمنفذ اريد استغل مواردي بشكل جيد حتى لا يصير عندي هدر بالموارد. لان بالنتيجه هاي الموارد رواتب، وهاي الرواتب هاي الكلف، وهاي الكلف اللي انا ادفع ثلاث اسابيع رواتب بدون ما اكون انتاجيه، هذا اكيد راح يكون يعني يؤخذ من ربح المشروع. فهاي قلنا واحدة من الأمور اللي احنا نسميها موازنة، ذلك هو يسمونه line of balance أو يعني احنا قلنا نترجمها حرفيا فهي طريقة خط التوازن، أو بالأحرى احنا نقدر نسميها طريقة موازنة خطوط الإنتاج. فأنا عندي خط إنتاجي حاليا اللي هو mobilization and design، وعندي خط إنتاجي اللي هو substructure، وعندي خط إنتاجي substructure. أنا أريد أوازن خط الإنتاج مالتي بحيث أستغل الاستغلال الأمثل للموارد مالتي. فاللاين أوف بالانس قاعد يعطيني تمثيل واضح إنه شنو خلينا نقول نسبة الإنجاز لكل خط إنتاجي
هل احتاج ازيد هاي نسبه الانتاج، هل انه الموارد مالتي مستغله بشكل صحيح، فتكون الامور جدا واضحه لي حتى اتخذ قرار نهائي انه شنو اللي اريد اسويه فيما يتعلق بانتاجيه كل خط من هاي الخطوط الانتاجيه. ذاك هو يعني نقدر نطلع عليه طريقه موازنه خطوط الانتاج. فلو استمرينا هسه بنفس العمليه، لو قطعنا طبعا هسه نلاحظ قطعنا هسه بس هذا الجزء حتى نشوف مساله الميل، حتى نقدر نشتق بعض المعادلات اللي راح نستخدمها ان شاء الله ونشرحها بالمقاطع الفيديويه اللي لاحقه. فلو نلاحظ هذا الفقره اللي هنا اللي هي الموبلايزيشن اند ديزاين، فعندنا هذا المثلث الاصفر اللي قبل شوي سولفنا به اللي هو الار، فالار اللي ان ناقص 1 على التي، عرفنا شنو ان ناقص 1 على التي. هنا هي الان هي بحالتنا احنا معروفه اللي هي 4، لكن في حال انه احنا نريد نعمم هذا القانون على مشاريع مختلفه، فالان هي العدد مال المشاريع المتكرره، هل هو 4 5 10 20، فهي ان ناقص 1 انت تطبقها وتخلي الرقم. والتي قلنا هي المده الزمنيه ما بين انتهاء الفعاليه خلينا نقول المشروع الاول المخزن الاول وانتهاء الفعاليه للمشروع الاخير للان او لحالتنا الاربعه. نفس الشيء هنا مثل ما قبل شوي لاحظنا، هنا عندنا احنا اكو جان اصابه واكو عندنا فريق عمل. ايضا الفيرتيكال لاين مال التراينجل المثلث هنا ممكن ايضا يعبر لي على عدد الجانز، فانا اذا ايضا ازيد الميل مالتي مثل ما من ساعه تلاعبنا به واضطرينا انه نخلي فريقين او ممكن دي نخلي ثلاثه، فانا من ازيد الميل انا بنفس الوقت قاعد اثر على عدد فرق العمل اللي احتاجها خلال هذا الخط الانتاجي او هاي المجموعه من الفعاليات، حتى اعرف بالضبط انه كم هو عدد فرق العمل اللازم لتحقيق فد نسبه انجاز معينه. يعني مثلا ار، يعني انا اعطيك الار، فانت من خلال الار انا انت راح تقدر تستخدم تشتق معادلات اللي احنا راح نسولف بيها حتى تقدر تعرف ايش قد عدد فرق العمل اللي تحتاجوها حتى يحققون نسبة الإنجاز هاي المطلوبة أو الإنتاج نسبة الإنتاجية لهذا لهاي الفعاليات خلال المواقع المختلفة، يعني الأربع مخازن أو الخمسين مخزن. فهنا المثلث الآخر الـ vertical line هنا هو الجانج العدد عدد الفرق العمل. الـ horizontal line مات التريانجل هو الديوريشن الخاصة بالفعالية بالإلكتروتيكال باث، يعني مدة الإنجاز الخاصة بالفعالية الأولى للمخزن الأول أو للبيت الأول أو للطابق الأول كم هي؟ فدي هاي عادة تخمن من خلال تفكيك هاي الفعالية، من خلال سواء أنه شو نسب البروميفيرا مساء شفنا أنه فقرة الموبلايزيشن ديزاين بشكل بيها مجموعة من الفعاليات المتفككة مجموع حسب العلاقه المنطقيه بيناتهم، تقدرون تطبقون يعني النتورك دايجرامينج وتطلعون الباث مال هاي الفقره فقط ويطلع المده الزمنيه لهاي. طبعا التخمين هذا بناء على بيانات سابقه موجوده عند الشركه، المهندسين يقعدون يجتمعون يشوفون هاي الفقره كيف بدها تخلص ويربطوهن ويطلعون مده زمنيه. هاي الدي هي مده انجاز الفعاليه للمخزن الواحد اللي هي راح تعمم على طبعا باقي المخازن كلتهم. هسه لو سوينا نسبة وتناسب فإن ناقص 1 على التي يساوي لنا الجي عدد الفرق على الدي مدة إنجاز الفعالية للمخزن الواحد أو للبيت الواحد. فنقدر لو طلعنا التي على صفحة، إحنا نريد نعرف هذا التي، فنقدر بالنسبة والتناسب التي يساوي لنا إن ناقص 1 في الدي على الجي. هسه إحنا نقدر نقول طبعا اذا جبنا طبعا الدي خليناها جوا الجي نقدر نقول تي تساوي ان ناقص 1 على الار، ونفس الشيء مثل ما نلاحظ ان شاء الله بالفيديوهات المقاطع الجايه. فهذا التي لو علم هسه، لو واحد عرف هذا التي يريد يرسم، يعني لو احنا اعطيناك الار ومثلا انت مثلا مفروض عليك مده زمنيه معينه او عندك ار معين مفروض عليك انه نريد منك انتاجيه معينه لكل وحده من الفعاليات المختلفه. إذا عرفت الآر هنا أنت أو عرفت الدي للفعالية أو عرفت الجي، إذا توفرت هاي المعلومات بأي
وحدة بأي صيغة ما، راح تقدر بسهولة ترسم المخطط الخاص باللاين اوف بالانس. انت عندك مثلا دي بترسم الفعالية الأولى، حتى ترسم الخط هذا اللي هو يربط ما بين النهاية مع الفعالية الأولى والنهاية مع الفعالية الأخيرة، أو البداية مع الفعالية الأولى أو البداية مع الفعالية الأخيرة، بس تحتاج تعرف التي أوكي، وتحتاج تعرف عدد الـ 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 مثلا المخازن أو الوحدات السكنية. مجرد معرفة التي من هاي المعادلة بطريقة النسبة والتناسب، أرسم الفعالية الأولى أوكي، وأحسب المدة الزمنية، وأحسب عندي ارتفاع أو العدد المخازن أو عدد الوحدات السكنية، وأحط النقطة هنا وأخط الخط، فراح يطلع لي الخط اللي يفصل لي النهايات المبكرة لكل الفعاليات لهذا النوع من الخط الإنتاجي. وبنفس الشيء أقدر النوب أرجع أطرح مدة الفعالية، راح أحدد نقطة نهاية بداية الفعالية للمخزن الأخير أو المنشأ الأخير، وأربط ما بين هاي النقطة وهاي النقطة البداية مع الفعالية المخزن الأول، راح يتولد عندي الخط اللي يعني يربط ما بين البدايات المبكرة لكل المخازن أو الوحدات السكنية أو الطوابق أو الطرق أو البايبلاينز أو كذا. أوكي، فمسألة الرسم لللاين أوف بالانس جدا سهلة، مجرد معرفة التي، الوحدات السكنية، عدد الوحدات السكنية، الار تحتاجها اذا توفرت جي، يعني شنو يتوفر لك من هاي المجاهيل، ممكن انه انت هدفك تعرف تي حتى تمثل اللاين اوف بالانس لجميع الفعاليات. اوكي، فاحنا ان شاء الله بالمقاطع الفيديو الاخرى ندخل بعد بتفاصيل اكثر خاصه بالمعادلات المتعلقه باللاين اوف بالانس.